حضرة المدير، ايوه يا حبيبي، حضرتك في عيل صغير كل يوم بيجيب 50 جنيه ويحطها في حسابه في البنك. طب ما سالتوش بيجيب الفلوس دي منين؟ بيقول لي حضرة المدير ان هو بيتراهن مع الناس وبيكسب الرهان. طب لما الواد ده يجي يبقى ابعتهولي. ماشي يا حضرة المدير. حضرتك عايز ايه يا سيادة المدير؟ بتجيب الفلوس دي منين يا حبيبي؟ بلاعب الناس وبراهنهم وبكسب الرهان. تحب تجرب؟ احب اجرب. لو انت كسبت هتاخد مني 100 جنيه، لو انا اللي كسبت مش هاخد منك حاجة. ماشي يا حبيبي موافق. الشورت اللي انت لابسه تحت البنطلون لونه اسود. غلط، ازرق. لا اسود. لا ازرق. وادي البنطلون تحب تشوف؟ انت كده كسبت الرهان، خد ال 100 جنيه. طب انت كده عملت ايه؟ ما انت كده خسرت، استفدت ايه بقى؟ اصلا كنت بتراي مع 7 من الموظفين اللي علقك البنطلون وكسبت الرهان. عالم صايع يا